أحبائي الأعزاء، السلام عليكم. إحنا شفنا في حلقات سابقة لقناة ميدوبيديا الثقافية، شفنا 6 حلقات عن الحرب العالمية الأولى اللي كانت نهايتها في يوم 11/11 سنة 1918. الفترة ما بين عام 1918 وعام 1939، تاريخ اندلاع الحرب العالمية الثانية اللي كانت أكثر فتكا وشراسة من الحرب الأولى، الفترة دي بيسميها المؤرخين interwar period، فترة ما بين الحربين. الفترة دي كانت 21 سنة وحصلت فيها أحداث كتيرة جدا وتغيرات رهيبة في أوروبا والعالم، وإحنا مش هنقدر نشير طبعا لكل هذه التغيرات، إنما لأهمها تمهيدا للحرب العالمية الثانية. انتشرت الانفلونزا الأسبانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، ووصلوا ضحاياها حوالي 100 مليون شخص في كل أنحاء العالم. صعد المذهب الشيوعي بشكل سريع على يد روسيا، وأصبح اسم روسيا الاتحاد السوفيتي، وصعد النازيين في ألمانيا للحكم على يد أدولف هتلر اللي وصل للحكم سنة 1933. وكلمة نازي كلمة ألمانية مختصرة لكلمة ناسيونال سوسياليزموس، ومعناها بالعربي القومية الاشتراكية. والأيديولوجيا اللي وراء النازية هي باختصار العنصرية، وإن العنصر الآري اللي بينتمى له الألمان هو أرقى عنصر بشري وعليه أن يسود ويحكم العالم. واليهود في نظر هتلر كانوا أدنى عرق بشري، ولذلك قام بإبادتهم وحرقهم. وهتلر بالمناسبة كان نمساوي، ما كانش ألماني، وكان شخصية معقدة للغاية ومريض نفسي، وانتهت حياته بالانتحار. الكساد العظيم والانهيار الكبير في الاقتصاد العالمي حصل سنة 1929 واستمر حوالي 10 سنوات، وبدأ في الولايات المتحدة وانهارت في السنة دي أسواق البورصة وأسواق المال، وحدث ركود اقتصادي كبير ليس له مثيل من قبل، وانهارت التجارة العالمية وانهار سوق الأسهم، وارتفعت البطالة لنسبة تصل إلى حوالي 40%، ووصلت الأزمة الاقتصادية لكل دول العالم تقريبا. في نفس الوقت شهدت فترة العشرينيات في أوروبا وأمريكا، شهدت ظهور السيارات والتليفون والراديو والكهرباء والماكينات الصناعية، وظهرت الطبقة الوسطى الميدل كلاس، وظهرت دول جديدة وانهارت دول قديمة. واتسمت أيضا هذه الفترة باتجاهات ثقافية وفنية وإبداعية جديدة جدا، وأصبح برضو من حق المرأة الانتخاب، وحصلت على كتير جدا من الحقوق برضو، وازدهرت السينما. وسنة 1922 صعد موسوليني في إيطاليا للحكم والحزب الفاشي، وكلمة الفاشية هي تيار يميني متطرف قومي ديكتاتوري عنصري زيه زي النازية، وبيعادي الديمقراطية وبينادي بالعنف السياسي وسيادة القوي على الضعيف. وكلمة فاشي كلمة جاية من الكلمة الإيطالية فاشيو، ومعناها الاتحاد أو العصبة. ألمانيا لم تستسلم لهزيمتها في الحرب الأولى، وبدأت تبني نفسها من جديد، وأصبحت في غضون 20 سنة تقريبا القوة رقم 1 صناعيا وعسكريا في أوروبا. أكبر أعداء هتلر كانوا الشيوعيين واليهود. في أوائل العشرينيات ظهر مصطلح الجيل الضائع The Lost Generation، وكان المقصود به الشباب الأوروبي والأمريكي اللي الحرب العالمية الأولى دمرته وأنهت أحلامه، وجات الأزمة الاقتصادية وأصبح بلا عمل وبلا أمل، وظلت التعاسة واليأس والفقر والبطالة أهم سماته. في عام 1936 اندلعت الحرب الأهلية الأسبانية اللي استمرت حوالي 3 سنوات، وكانت بتجسد الصراع بين اليسار واليمين، ووصل الجنرال فرانكو للحكم واستمر يحكم أسبانيا لمدة 35 سنة تقريبا بقبضة من حديد. أما بالنسبة لآسيا فبدأت في عام 1937 الحرب اليابانية الصينية الثانية، واحتل الجيش الياباني القوي مدن صينية كتيرة أهمها شنغهاي، وارتكب كتير جدا من المذابح ضد الصينيين. بالنسبة للرياضة اتأسست اللجنة الأولمبية الدولية، وأصبح التنافس في المجال الرياضي شيء محبب لدى شعوب العالم كبديل يائس عن الحروب، وازدهرت كرة القدم في البرازيل والأرجنتين وأمريكا اللاتينية، الإنجليز أدخلوها هناك
هناك قبل حوالي 40 سنة تقريبا، واتعمل كذا أولمبياد، أهمها كان أولمبياد برلين، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في برلين سنة 1936 بألمانيا، وافتتحها هتلر بنفسه، وشاف بنفسه إزاي إن العنصر الأبيض الآري بيتهزم من الرياضيين السود اللي حصلوا على كتير جدا من الميداليات الذهبية، واستشاط هتلر غضبا وترك الاستاد وهو بيشتم في السود والأجناس الأخرى غير البيضاء. دي كانت نظرة سريعة لأهم التغيرات التاريخية في فترة ما بين الحربين. الحلقات القادمة إن شاء الله هتكون عن الحرب العالمية الثانية. ابقوا معنا لمزيد من الثقافة التاريخية المبسطة في ميدوبيديا، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا وإلى اللقاء.